سنة 2001 كانت قاعدة في أمريكا في منظمة التجارة العالمية، وجنبها ألمانيا واليابان وفرنسا وبريطانيا والدول الرئيسية في العالم كاقتصادات، بيتناقشوا في قضايا التجارة ومستقبل التجارة في العالم. وفجأة خبط الباب ودخلت الصين، قالت لهم مساء الخير، أنا بصراحة شايفة إن أنتوا عندكم امتيازات كمنظمة تجارة عالمية وأنا حابة إن أنا أنضم. فبصوا لبعض وقالوا والله ما عندناش مشكلة، يعني أنت كصين دلوقتي اقتصاد رئيسي رقم 6 على العالم، نموك سريع، هتكوني رقم 2 على العالم في المستقبل، وهتكوني رقم 1 في وقت من الاوقات، فاحنا ما عندناش مشكله، بس اعرفي من الاول ان احنا دول راسماليه والقواعد بتاعتنا في التجاره هي قواعد التجاره الحره، السوق الحر، المنافسه الحره، ممنوع التدخل في السوق، ممنوع تفضيل اي منتج محلي على منتج اجنبي، ممنوع التلاعب بسعر صرف العمله، ودي قواعد التجاره. حابه تنضمي اهلا وسهلا، بس التزمي بالقواعد بتاعتنا. موافقه يا صين؟ موافقه يا منظمه. انضمت الصين وخلاص هيبداوا بقى ماتش التجاره العالميه بين الدول الكبرى، ولسه فات دقيقتين والحكم صفر. ايه المشكله؟ الصين مالها؟ الصين بتتلاعب بسعر صرف العمله، بتنزل من قيمه اليوان الصيني عشان تخلي المنتج بتاعها المحلي رخيص فتزود الصادرات للدول الثانيه. فامريكا بصت لها ان احنا اتفقنا ان مفيش، ممنوع تتلاعبي في سعر صرف العمله، ممنوع. قالت لها خلاص اتس اوكي، واحده واحده وهنصلح المشاكل اللي عندنا وهنكمل تاني. تبدا ماتش من جديد، بدا الماتش مره 5 دقايق، الحكم صفر تاني. ايه المشكله؟ الصين بتمنع شركات تكنولوجيا اجنبيه انها تدخل الصين، وبتسمح لشركات تانيه بس بشروط معينه، وبتمارس نشاطات بتفضل بيها المنتج المحلي على المنتج الاجنبي. طب يا صين احنا اتفقنا ان الحاجات دي ما تنفعش في التجاره، احنا قلنا ان ده السوق الحر، الدوله ملهاش دعوه بالشركات، ما بتمنعش حد من دخول الشركات. قالت لهم اتس اوكي، احنا اسفين، وبدات تصلح شويه حاجات. قالت لهم اتس اوكي، ولسه الماتش هيبدا تاني. عدى اول 10 دقايق والحكم صفر ثالث ورابع وعاشر. قالت لهم اتس اوكي، والحكم فضل يصفر طول ما الصين بتلعب ماتش التجاره العالميه. فوقفوا الماتش. شباب قرروا ان هم يفكروا شويه في الموضوع. طيب احنا محتاجين نفكر، طيب هنعمل ايه مع الصين؟ بصوا لبعضهم فقالوا للصين طب لو سمحت ممكن تطلعي بره القاعه بس 5 دقايق نفكر هنعمل معاكي ايه وبعد كده نقرر في امرك. قالت لهم اتس اوكي. طلعت الصين فقعدوا يتناقشوا طب هنتصرف ازاي مع الصين. والله حد اقترح ان احنا ممكن نعاقبها، يعني نحط عليها جمارك، نمنعها من دخول الاسواق بتاعتنا. ايه المشكله يعني؟ المانيا قالت لهم والله ما فيش مشكله، هو حل، بس انا عندي مشكله شخصيا المانيا، ان الصين هي اكبر سوق سيارات في العالم وانا مصدر رئيسي السيارات، مش عايز ادخل في مشاكل مع الصين. بصت ايطاليا وفرنسا لبعض وصرخوا بصوت واحد، قالت لهم سيارات ايه وبتاع، انتوا الصين اكبر سوق في العالم في السلع الفارهه، وانتوا عدوا معايا، انا عندي شانيل وبوجاتي وجوتشي وال في وفيراري، والليسته طويله، وبعدين ما ينفعش حد يمنعني من دخول الصين. من هناك خالص بقى دوله كده قاعده ما بتتكلمش من اول الاجتماع، النمسا قالت لهم بس في حاجه انتوا برضو مش واخدين بالكم منها يعني. فبصوا ايه نمسا، ايه اللي عندك يا نمسا انت كمان؟ قالت لهم انا عندي فيينا، انا عندي مقر اوبك. طب وايه المشكله؟ لا هو اي تصادم مع الصين، الصين دلوقتي هي مصنع العالم، هي اللي بتصنع اغلب السلع بتاع العالم، اي تصادم مع الصين هيعمل تباطؤ في اقتصاد الصين. تباطؤ في اقتصاد الصين يعني تباطؤ في طلب على النفط، يعني السعر هيقل. الجماعه في اوبك هيضطروا ان هم يجتمعوا في فيينا وهيبداوا ان هم يخفضوا الانتاج، وساعتها السعر هيعلى بتاع البنزين، وساعتها في تضخم، وساعتها اتصرفي يا حكومه. طيب خلاص يلا فات 5 دقايق وهندخل الصين. ايه القرار يا جماعه؟ ايه القرار؟ الدبلوماسيه، كل شيء بالدبلوماسيه، نتكلم ونتفاوض وناخد اللي احنا عايزينه بالدبلوماسيه. بلاش تصادم مع الصين هيضر الاقتصاد العالمي، نقطه. ده استمر لغايه سنه 2016. ترامب هو رجل اعمال، هو مش بيعرف دبلوماسيه بقى، وما بيفكرش بالطريقه دي، هو بيفكر بفكره الصفقه والربح والخساره، مين كسبان ومين خسران. وترامب تحديدا مش اي رجل اعمال، هو مهووس بكلمه صفقه ديل، عنده كتاب اسمه فن صناعه الصفقه كاتبه من زمان. فترامب لما جه بص حواليه قال لهم لا والله انا مش مقتنع. قال له محدش مقتنع باللي بيحصل، الفكره ازاي هتهندل الصين؟ قال لهم ازاي هندل الصين؟ 500 مليار دولار عجز تجاري مع الصين، 300 مليار دولار حقوق ملكية فكرية ضيعة، معاملة بالمثل، تعريفات جمركية على الصين، وعقوبات على الشركات الصينية بسيطة يعني. وبدأ ترامب فعلا حرب التجارية مع الصين، حط تعريفات بدأ ب 15% على سلع ب 200 مليار، رفع ل 25% على السلع ب 200 مليار، وهدد ان هو هيفرض تعريفات جمركية على كل السلع اللي جاية من الصين على امريكا ب 500 مليار دولار. الصين قالت له طب اوكي، ما ترد بالمثل. قالت لهم اتس اوكي، تعريفات جمركية على 62 مليار دولار من السلع الأمريكية اللي رايحه من امريكا على الصين. والموضوع بدا يتطور، وترامب يحط عقوبات على هواوي الصينيه، يمنع جوجل من انها تدي الاندرويد لهواوي، فهواوي ما تعرفش تشتري اشباه الموصلات البروسيسور من انتل وكوالكوم. فبدا الموضوع يكبر، ومعامله بالمثل، وشركات بتتضرر، والناس بتحذر، وصندوق النقد بيقول الاقتصاد العالمي
بدا ان هو يتباطأ والطلب عن النفط بيقل، مفيش حد فاهم ايه اللي بيحصل. يوم اون ويوم اوف، بقت علاقه اون اوف امريكا والصين، علاقه اون اوف، علاقه توكسيك. فواضح انها حرب طويله وحرب مستمره، واضح ان هي هتاثر على اسعار البنزين واسعار الطماطم واسعار الفول وعلى موبايل هواوي اللي في جيبك، اتاثر بالحرب التجاريه. ومحدش عارف امتى النهايه، امتى ترامب هيوقف الحرب التجاريه، امتى هيتوصل لاتفاق مع الصين، بس اللي واضح انها تحولت من ستايل التجاره لستايل انك ميت وانهم لميتون.